السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم علي العابد مقدم البودكاست GLHF المقدم لنا من BMW. موضوع حلقة البودكاست اليوم راح يكون على مستقبل الإيسبورتس, Future of Esports الموجود والحاضر عندنا في عالمنا العربي. طبعا نحن الآن في طلوع واضح في عالم الإيسبورتس, خاصة تحت الظروف اللي مرينا فيها والحمد لله رب العالمين. أعزائنا المشاهدين, لهذا السبب نحن رح نستضيف معنا ثلاث ضيوف رح يجوا يساعدونا في هذا التوبيك ليعطونا معطياتهم ونستفيد من خبرتهم. أول ضيف معنا لهذا اليوم حيكون محمد البنا, founder of V/Esports اللي قدر يوصلوا للعالمية. الضيف الثاني رح يكون الكونتنت كرياتر سعد البناي المعروف ب ديلي جيمينج. Last but not the least, نواف النقبي, عضو من الجيمر سناك تيم. رحبوا معي أعزائنا المشاهدين بالضيوف. والله نورتوا يا شباب, يعني أول مرة هيك we experience podcast it talks about an esports topic. طبعا انتم مثل ما عارفين الفان بيس تبعنا في باشن اكثر, في حضور له اكثر مثل ما بتعرفوا انتم. خلينا نتجه مع بعض اعزائنا المشاهدين وضيوفنا الكرام, خلينا نتحدث عن وضع طبعا الكوفيد 19 اللي مرينا خلاله, ولاحظنا انه صعود الرياضات الالكترونيه كان لها صعود ملحوظ. يعني اعطيكم على سبيل المثال, خلينا نقول تويتش, امازون وستيم, يعني according to the latest study وصلوا للبيك من ناحية الفيورشيب. اخ نواف, شو ممكن تعطينا اقتراحك عن هذا الموضوع؟ السلام عليكم علي, اهلا وسهلا شباب. اول شيء بصراحة انا يعني ابغى افرق بين الاي سبورتس زين والفيورشيب on Twitch, and first of all, يعني as you know, COVID-19 in March, اللي صار طبعا everyone is at home, كل حد في البيت ما حد يطلع, ف you'll be playing more games, you'll be watching more movies, كان في بعد peak viewership on Netflix. فشيء واحد لازم نخلي في بالنا انه يعني e-sports is one thing and then the viewership on Twitch is because people have nothing, well, يعني nothing more to do, ف they have more time, they have a lot of things that they can do otherwise they wouldn't have done. ففي هذا الوقت احس انه وايد ناس ممكن شو يسوون مثلا يتابعون Twitch. انا عارف مثلا الناس حياتهم ما سووا ستريم, في بعض الناس بعد حياتهم ما كانوا يعني يحطون وقت للعب, بدأوا يفتحوا اكونت تويتش, فتحوا اكونت مثلا يوتيوب, started streaming. فحس ان وايد ناس يعني قاموا because they're home using these services, streaming services. طبعا خلال بداية المراحل الكوفيد 19 مثل ما شاهدنا اعزائنا كان في cancellation كتير للأوفلاين events وكان لها تأثير ملحوظ على الأفرقة. أخي محمد, شو كان ممكن تعطينا رأيك عن اللي صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء في البداية أحب أشكركم على الاستضافة في BMW بودكاست. أخ علي, ناس ما تعرف نحن كفرق إيسبورت لدينا جداول سنوية في البطولات اللي نحن دائما نخطط لها, لأن نحن عندنا منافسين كلاعيبة يعني. ولكن الجائحة, جائحة كورونا للأسف أنهت هذه البطولات, مما خلت يعني جميع الأورغنايزر ينظمون بطولات أونلاين. فاللي كان جاهز كأورغنايزر وعنده بلاتفورم قوي كان ممكن يسوي بطولات أونلاين, ممكن لعيبة الإيسبورت يستفيدوا منها. أما الألعاب اللي مثلا كانت البلاتفورم مالت تعبانة وما عنده سيرفرز في كل المناطق, في هني صار شوية صعب على اللعيبة أنهم يشاركوا في هذه البطولات. شكرا لك عزيز محمد. هلا الجيم ببلشرز مثل عندنا مثلا مين ما كان بليزرز, اي اي وشركات كثيرة موجودة عندنا, لما شهدوا الجريت فاينانشال, عارف كيف, ريزلتس بالأول الكوارتر اللي شهدوه هدول, what do the gamer expect يا أخ نواف from them؟ طبعا الببلشرز in general يعني لازم هم يفرقون بين الكاجوال بلايرز والهاردكور, او الناس يعني اللي ممكن يسمون بروفيشنلز في الايسبورتس والموضوع. فالعابهم اذا انت مثل ما تشايف مثلا كول اوف ديوتي زين, عندهم مثلا الستوري مود وعندهم كل هالامور, وور زون ان جنرال, طبعا الباتل رويال سيستمز, هم ذا جود ثينج اباوت ديش ان اتس فيري يعني اتس ترندينج سينس ا فيو ييرز اجو زين, بيكوز اتس كيترينج تو بوث الكاجوال بلاير والهاردكور زين. فممكن انت تلعب كاجوالي 20 مينتس تطلع, مو لازم يو ستيك تو ان 8 اور 10 اور جيم بلاي, او ان مثلا you become a professional gamer in that field, and then but that's the good thing about it. For sure, طبعا there's a lot of ways they can monetize on this,
يا ان الكاجوال بلاير او الهارد كور. الكاجوال بلاير مثلا يشتري لك السكنز هالامور ان انر ترانزاكشنز مثل ما يقولون مايكرو ترانزاكشنز وذين ذا جيم. والبروفيشنال ليجز وين جيت سبونسرشيبس يو جيت ليجز هابينج سبونسرز اند ايفرثينج. اند بعد عندك موضوع الكراود فاندنج هالايام يعني تقدر تسوي بطوله نيو كراود فاند برايس بول. اي ثينك ذس كات كيب جوينج اون اند سمثينج انترستينج. البابليشرز يعني طبعا هم الحين هالتركيزهم انه شو they have to cater to both مثل ما قلت casual and hardcore players. سعد شو رايك بالنسبه للببلشرز اللي هم ناشرين الالعاب اساسا؟ هو اللاعبين متوقعين انه يكون في اشياء جميله بالنسبه لهم العاب اكثر لانهم اصلا قاعدين في البيت, فكانوا متوقعين جميع يعني اللاعبين ان في العاب راح تصدر, ولكن للاسف الموضوع صار بالعكس بحيث ان اغلبيه الناشرين اجلوا العابهم لان خافوا من الخساره. نفس مثلا لعبة The Last of Us مثلا كانت اللعبة جاهزة للإطلاق ولكن تأجلت علشان الكوفيد 19, فاللاعبين صاروا يلعبون ألعاب قديمة جدا ما في شيء جديد. يعني لو نرجع لآخر 6 أو 7 شهور ما في لعبة قوية صدرت, ممكن تكون في لعبتين 3 4, ولكن اللاعبين يبون ألعاب في هذه الفترة ولكن الناشرين كانوا خايفين أنهم يقدمون ألعابهم. أخي محمد الآن مثل ما أنت عم تشوف صارت هلأ البطولات, هلا مثل ما نحن نكمل التوبيك تبعتنا الاساسيه صارت هلا مثل ما بتشوف اونلاين اوكي. شو ممكن تتوقع اكثر من هذه البطولات؟ يعني انت هلا بتعرف انه الاوفلاين لها حضور اكثر, لها جمهورها, لها عارف كيف مثل ما عملنا قبل هيك بطولات وحضرناهم بعالمنا العربي, لما تروح حتى على الجو نفسه يكون لا جو ثاني, جماهير, حماس, عارف كيف. غياب هذا الشيء يا محمد انت كفيسلا ممكن تحكي لي شوي عن هذا الموضوع؟ والله يا اخي علي سؤال مهم جدا. بطولات كنسلت نفس ما قلنا ألغيت بسبب أن ما في يعني ترافلز والأشياء هذه, لكن لو ننظر إليها من الناحية الإيجابية شفنا أن البطولات الأونلاين فيها مشاركين أكثر, فمعناته أنت حتى بعد جائحة كوفيد 19 أنت ممكن تعمل تصفيات أونلاين بحيث أن يشارك عندك عدد أكبر, والنهائيات تكون أوفلاين بحيث ان انت تقدر تستقبل مشاهدين وجماهير. ولكن انك انت تعمل بطولات مثلا كتصفيات في انحاء العالم تعملها اونلاين, هذه فكرة طيبة وما اجت الا من بعد جائحة كوفيد 19, عرفت؟ يعني قبل كان مثلا كل الناس لازم تسافر لبلد معين اساسا نشارك في اي بطولة, بس الحين انت ممكن تعمل تصفيات في كل دولة اونلاين ويشاركون عندك عدد كبير ومشاهدين اكثر ويكون عندك محتوى اكثر, وبالتالي تلعب نهائيات في مكان محدد, الفائزين يتأهلون إلى النهائيات. صحيح مداخلة بس كلام. تفضل. صحيح كلام محمد. لو نرجع لبطولة كأس العرب اللي سووها لليج أوف ليجند نفس الكلام اللي قاله بالضبط, سووا بطولة لجميع الدول العربية ولكن يعني يبون يأخذون من كل دولة مثلا أول ثلاثة, بعدين بعد جائحة كورونا راح يسوون بطولة لان. فالفكرة نفس من اللي قالها محمد, هذا اللي الشركات الحين قاعد تسوي. صحيح, فهي رب ضارة النافعة, هي كانت في البداية ضايجوا الناس منها بس بعدين بالعكس الحين يمكن عقب ما تشوف أتوقع توجه المنظمين خاصة والناشرين يكون أونلاين في البداية. صحيح, يعني صحيح جدا صحيح جدا. أخي نواف شو ممكن تعطينا رأيك عن الشباب؟ حس يعني الشيء إنه يعني حتى موضوع إنه يعني coming back to land tournaments in the future, المستقبل, it could be possible, it could be sooner as more sooner than we expect. اولا يعني احنا نشوف طبعا في photographs around the internet نشوف مدارس حطون الطاولات بعيد عن بعض وهالامور taking precautions. It can come back sooner as than we expect, it's possible. هلا sponsors طبعا مثل ما نعرفه هو يعني الفريق او اللاعب عارف كيف they fund, تعرف كيف, هم بيعتبروا رأس المال في هذا المجال مثل ما عرفنا, مثل ما سمعنا من ناس, مثل ما أخذنا استبيانات من لاعبين ومن مدراء فرق, وانتوا أدرب هذا الشيء. طبعا أخي محمد انت شو فيك يعني تحكي لي عن هذا الموضوع؟ يعني هل انت بتشوف انه في سبونسرز زادوا او قلوا او شو ممكن تحكي لنا يعني من هالناحيه هاي, طالما انت كفريق اونر في سلاش تتعامل معهم كثير؟ نعم نعم اخوي علي, سؤال مهم جدا. في الوطن العربي بشكل خاص, بما اني انا موجود في الوطن العربي,
لاحظنا ان في فرق كثيره قاعده تطلع. هذا شيء ممتاز. في نفس الوقت لاحظنا ان في منظمين زادوا, في اهتمام الناشرين اكثر. لاحظنا ان في تالنتد, يعني لعيبه ماهرين حصلوا فرص من فرق, حصلوا ناس يدعمونهم. فهذا كله يبين ان في اسمه تقول الاي سبورت في الميدل ايست خاصه, ولكن شويه محتاجين زياده ان اللاعبين نفسهم يكون لهم دور اكبر في صنع المحتوى وفي ابراز مهاراتهم, سواء في السوشيال ميديا او في المحافل والبطولات. اخي سعد, طالما انت مثل ما بنعرف احنا علقت, عارف كيف, ودخلت في الاجواء وشفت سبونسرز وبراندز كثيره, طبعا لا يعني بيخلف عن هذا الموضوع, فسعد شو ممكن تعطينا رايك؟ للأمانة الرياضة الإلكترونية في البداية عانت, كانوا حتى اللاعبين يعانون لما الولد بيشارك الأبو أو الأم تقول لنا شنو رياضة إلكترونية أنت قاعد تلعب, أو ما كانوا مهتمين بهذا الشيء. فحتى في البداية التطبيقات اللي قاعد تسوي عندنا في الوطن العربي من غير ذكر أسماء أو قنوات يوتيوب أو في تويتش كانوا يعانون لدرجة أنه يسوي البطولة ويدفع من ماله الخاص الجوائز او البرايسز, وهالشيء حتى انا سويته. ولكن مع الايام تطورت الرياضه الالكترونيه بشكل جدا كبير عالميا. صحيح ان احنا مو سابقينهم ولا معاهم, احنا قبلهم, ولكن اشوف الحين في براندات قويه قاعد تدخل في هذا المجال والسوق. قاعدين نشوف في بطولات دائما, يعني كل شهر في اكثر من 5-6 بطولات, مو بس لالعاب شوتر, وصلنا للموبا, وحتى اهتمام الشركات لنا احنا صار جدا قوي. فاشوف ان الرياضه الالكترونيه في الوطن العربي قاعد تتطور بشكل جدا كبير, وحتى اللاعبين نفسهم صاروا مشهورين. اي لاعب مشهور لاي لعبه ادخل حساباته تلاقي عنده 12000 20000 30000, ولما يفتح ويفتح بث في تويتش تلاقي مشاهداته جدا قويه. وعلى فكره ما ابي اطول في هالموضوع, في لاعبين خذوهم افريقيا عالميه, نفس كي اس اي مثلا في لعبه اوفر واتش صار لاعب عالمي مع فريق عالمي. فالتطور صحيح. ملحوظ, ولكن يبي لنا وقت اكثر. وزيد اخوي سعد بعد, عفوا علي, بس انا بس تفضل اضيف على كلام اخوي سعد. هو يعني في البدايه شو قال؟ قال اولياء الامور. يعني نحن عندنا هذه المفصل, يعني نحن عندنا التوعيه عند اولياء الامور دائما يعرضون ابنائهم اذا كانوا هم من محبين الالعاب الالكترونيه. فنحن نحتاج يكون عندنا ناس يعني جديره بالتوعيه, توعي الابناء وتوعي حتى الاباء, ان تحثهم ان يعني اوكي هذا ترند, هذا صارت مهنة مش مثل ما يتوقعونه يعني. فهذا كانت مداخلتي مع الأخ سعد, تفضل. لا ما عليك محمد, أنا ولدي من الحين أجهزه, بشتري له بي سي وخليه لاعب رياضة إلكترونية للأمانة المبالغ قوية. شنو واحد عمره 13 سنة يفوز بجائزة 2 مليون دولار في لعبة فورتنايت؟ ترى مبلغ مش بس الأيام, بس والطب ما توكل عيش. والله يعني يا ابو عبد الرحمن الله يحفظ لك ابنك ان شاء الله ويوصل على المراتب باذن الله تعالى. امين. نواف اعطينا مداخلتك يا كبير. بس شيء واحد كده, I wanted to comment on the 2 million. وانا يعني بصراحه I put some time to think about this, and is this sustainable؟ هنا هذا السؤال, is this something that you can do sustainably؟ يعني انت هنا مثلا هاي تخلص مثلا درسة ثانوية تقول اوكي انا البي ان اي سبورتس بروفيشنال البلاي ان سبيسيفيك جيم. الكونسرن اللي عندي شيء واحد, انه شو, انه يعني كان يو بي يعني ممكن تكون مثلا بروفيشنال في لعبة واحدة, ولكن بعد مثلا فترة اللعبة doesn't مثلا هذا another game comes or you don't do so well او شيء يصير, يعني you cannot guarantee you winning all the time. طبعا هذا الشيء, ف job security is still a concern in my opinion, يعني when it comes to esports بالذات. يعني حتى مثلا ممكن انتم شباب بعد تعرفون اكثر, مثلا Overwatch الحين الميتا شيء يتغير ولا هذا يخرب طبعا التالنت اللي يكون عند الشخص اللي هو مثلا يكون مين لمثلا شخصيه او هيرو معين. هاي امور مثلا احس ان تاثر في الانديفيدجوال مثلا او الفرق اللي هم يدخلون فول تايم, يعني سالري بيست مثلا. ف is this possible لكل شخص يحاب يدخل في اي سبورتس او يكون بروفيشنال؟ هذا سؤال يعني I don't have the answer right now.
هذا كله. حسألك إياها بالإنجليزي، أوكي؟ What should we be doing as a community to maintain this thriving industry؟ عارف كيف؟ Post COVID-19 as an economy are slowing up. أنت بتعرف opening هلأ كل ال economy عم تفتح شوية. They're opening up gradually. كم كيف regular tournaments عندك, ladders, things that keep people engaged with the community, attractive pool prices. شو ممكن تعطينا رأيك عن هذا الموضوع بالله؟ أحس the community is going to thrive whether we like it or not. يعني this is something that's gonna keep on growing globally. طبعا يعني before it was only console gaming and PC, and then we have smartphones, mobile gaming. هل يعني هل الأمور طبعا gonna keep growing as long as people play. I don't think any COVID-19, the only thing about COVID-19, and, okay, we have more people playing. Now, they're staying at home. But going forward, you can have a new segment. These are the people who play. Okay, they like it. They stick with it. They start playing more. They don't play. For example, they get some awareness. They enter into the e-sports. So I think to keep it thriving as well, to keep it alive, we should have regular tournaments مثل ما الشباب يسوون. طبعا ladders ممكن يعني تسوي لهم مثل ranking across the across every game, keep them motivated. اعرف يعني communities احنا عندنا في الامارات ما شاء الله لالعاب معينه, سوبر سماش, ستريت فايتر, هالامور. فدائما نعرف يعني منو الاول, منو الثاني, منو الثالث واللعيبه. فيعني هذا يخلي يعني يعطيهم مثل sense of pride بعد, تعرف يعني يكون انا مثلا الاول على مستوى مثلا الخليج في لعبه معينه. او فحلو الواحد يعرف بعد where he stands in. ف this is a good thing for the community going forward. طبعا attractive price pools something good يعني واحد يلعب وما شوي مردود مثلا لو انه يلعب for fun, بس it would be nice to have some money as well. Yeah, I think that's it. يعني انت ما تفضل اخوي نواف قال انه لازم يكون في بطولات مستمره وفي, نعم هذا صحيح, لكن في نفس الوقت المنظمين بعد لازم يخفون على المشتركين. ما تيجي تسوي لي بطولة أنت وتسوي لي اشتراك 100 درهم, ترى أنا عندي طلاب مدارس, عندي جامعات, عندي ناس ما يقدرون يدفعون. يعرف أنه بيخسر مثلا, ما يحط 100 وبيطلع في نفس الوقت. فهذه الأشياء لازم يراعونها يوم بيسوون بطولات. نفس ما تفضل نواف بعد, أنا أيد على هالشيء, لازم تكون في بطولات مستمرة. بعدين ما يكون عندنا تارجت حق مثلا two communities اللي معروفين, نحاول نركز على communities. في communities مهملين جدا في الرياضات الإلكترونية, نبدا نركز على هذه المجتمعات, نبدا نفهمها شو بطولات, نبدا ندخلها. يعني هذه كلها مهمه. نحن نلاحظ عندنا يمكن والله محمد البنا يحب فايتنج جيمز, سوى بطوله ستريت فايتر, سوى بطوله كينج اوف فايتر تيكن مثلا, واهمل الالعاب الثانيه. فبالعكس تنويع في الالعاب مهم جدا, زائد ان المنظمين قد ما يقدرون يسهلون على المشتركين انهم يدخلون ويسهلوا لهم البلاتفورم وطرق التواصل. هلا كمان شفنا كمان صوت محط بالجيرل جيمر. طبعا اخي سعد, شو ممكن تحكي لنا عن الجيرل جيمرز؟ انا ام نوت يعني سبيسيفاين انيثينج, بس كمان عندنا احنا بعالم العرب بتعرف انه ما بنسمع كثير في بنات بيلعبوا جيمز وهذا, بس هلا عم نسمعهم. في منهم عم بصيروا ستريمرز, وفي منهم حتى اوريدي داخلين افريقيا. فهمت كيف؟ فسعد شو ممكن تعطيني رايك عن الموضوع؟ اول ما قلت جيرل جيمر جتني الضحكه على الميمز, يعني تذكرت ميمز معين. للامانه الجيرل جيمرز قليلين في الوطن العربي. في منهم صحيح ينطبق عليهم هذا المسمى, تلاقيها مثل لاعبه الاماراتيه من غير ذكر اسماء لعبه اي سبورت في لعبه معينه. في جيرل جيمر مشهوره جدا في تويتش, تبث كل يوم, تلعب كل الالعاب, ولكن مسمى جيرل جيمر انا ضده للامانه, ولهالسبب ضحكت. كلنا جيمرز سواء كنت جيرل او بوي, فما يحتاج ان احنا نخصص هذا الاسم ونجيب اللون الوردي هذه مو جيرل جيمر. جيرل جيمر اللي صح. تلعب كاجوال حالها حال البوي من غير اي اختلاف, فانا ضد المسمى. لا معك 100%, بس نحن تو سبيسيفاي الكويشن. فهمت عليك كيف طرحته عليك بهالطريقه, بس بالنهايه ما تعرف انه ما في فرق اذا كان صبي او بنت. بالنهايه بتعرف انه it's just gaming 1v1 5v5 6v6. لا في محترفين. طبعا في محترفين محترفات. لا في بعرف اكيد في عندك محترفات كمان. انا حضرت واحدة اجت عندنا على مره من الايفنتات اللي عملناها, كانت لعبه الببجي بصلاة النبي, يعني ما شاء الله عليها. طلعت على هذا الستيج, وطبعا كان في شاشة عم نتفرج عليها وهي عم تلعب. يا أخي لعب أسطورة, خليني أقول لك إياها بصراحة. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن.
لعب رائع يا اخي. اول شيء كانت مجهزه حاله جايب الماوس كل شيء وامتعتنا فعلا. فانا معك من هالناحيه يا اخ سعد. ومو بس رياضه الكترونيه يعني انا عرفت بنات يلعبون حتى زومبي كول اوف ديوتي، يعني مو يعني نادر ما تشوف بنات يلعبون، ولكن في بعضهم محترفات ويمكن افضل من الاولاد. فعلا فعلا. وكمان نحن ما بدنا نفكر فيها من ناحيه الميولات، نحن الشباب ميولاتنا لهالاشياء يعني بصدق وصراحه، يعني عارف كيف يعني من هي من ناحيه الميولات، من ناحيه الانترست طبعا بالنهايه. طيب اعزائنا الضيوف طبعا هلا يعني it was a very يعني productive talk تكلمنا فيه مع بعض في هذا البودكاست اعزائنا المشاهدين. قبل ما نروح يعني بدي اسال يعني اخر سؤال يعني لكم في هذا اللقاء، يعني انه شو رايكم يعني ممكن تعطوني your final خلينا نقول thoughts على الحديث اللي تحدثناه اليوم، وبالاخص عن مستقبل الاي سبورتس في عالمنا العربي. بنبدا من عندك اخي نواف. حس يعني طبعا اي سبورتس as I said في نفس الجواب السؤال الاول ان it will keep growing, it should keep growing يعني for multiple reasons. طبعا اولا الالعاب الحين كل طبعا كل ما تنزل لعبه زي لعبه الحين مثلا البابليش ديفلوبرز هم يركزون على مثلا لعبه مخصصه مسوايك تيلر جست تو بي ان اي سبورتس جيم، مثل لعبه الحين مثلا نزلت فالورانت طبعا هي مسوايه طبعا تلعب اللعبه معروف انه شو لعبه مسوايه حق اي سبورتس. ف as long as developers and publishers focus on this thing and هم يعني they want to release a game that could be competitive and challenging it will keep growing, especially if they focus طبعا على trending مثل terms مثل battle royale او اي شيء مثل مستقبليا ما نعرف شو بيصير. طبعا باكر ان ال VR is going to get saturated matured and become really powerful وبعدين يكون عندنا new segment of tournaments VR tournaments يعني العاب في ال VR وايد اشياء ممكن يعني وايد lot of expansion in the industry is possible. موبايل جيمنج طبعا شفنا احنا وايد بطولات احنا مثل سوالف كول اوف ديوتي موبايل وهالامور على الموبايل، يعني تستغرب يعني ليش ما يلعبون على البي سي، بس انه a lot of things you can do. يعني المستقبل احسنا is going to be big beautiful, can't wait for it, exciting. Thank you so much. بنا تفضل اخوي علي. تعرف انت ناس ما شفت اخوي نواف يعني تقريبا هو قال الكلام لها، بس انا بس بضيف عليه انه انت تشوفون يعني كل حد يشوف كل حد متابع ان في هيئات رياضيه ستطلع في كل الدول، في الامارات، في السعوديه، في المغرب، في عده دول في رياضات الكترونيه، في جمعيات يعني في جهات نفس ما تقول رسميه قامت تطلع عشان هي تدعم الرياضات الالكترونيه عشان تنظم عمل الرياضات الالكترونيه. هذا كله يدل على شو؟ يدل على ان الالعاب الالكترونيه في تصاعد في وطننا العربي، في تصاعد. وانا اقول لك ممكن بعد في السنوات الجايه لولا كان بعد جائحه كورونا هذه ممكن كان يكون اسرع واسرع. سعد ما شاء الله عليهم شباب، ما خلوا شيء نقول الامانه، قالوا كل شيء. كلام نواف انا ايده 100%، وحتى الزياده والاضافه اللي قالها استاذ محمد ان جائحه كورونا راح تزيد من الاقبال، اي نعم كلامهم منطقي وصحيح، وراح تزيد الرياضه الالكترونيه والاهتمام راح يزيد. والدليل هذا البودكاست الجميل جدا المقدم برعايه BMW. كل الشركات صارت تهتم في الجيمينج والإي سبورت، فبالعكس أول بودكاست أشوفه يتكلم عن الإي سبورت وأخبار الإي سبورت، فهذا كله دليل على الاهتمام بالرياضة الإلكترونية. وأنا سعيد ويشرفني حضوري معاكم هنا، وبالعكس استمتعت بهذا البودكاست الرائع. الله يخليك ويبارك فيك أخ سعد. أعزائنا الضيوف سعد محمد نواف، أنا بتشكركم من صميم قلبي لوجودكم معنا في هذا البودكاست، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله الله يجمعنا على خير. أشكرك أخوي علي وأشكر أخوي سعد ونواف، وفرصة سعيدة أني شو اسمه، ونتمنى مشاهدة ممتعة للمشاهدين. جزاك الله مرة خير. بارك الله فيك، شكرا كثير لكم يا جماعة الخير. أعزائنا المشاهدين إن شاء الله تكونوا استمتعتم معنا في الحلقة الأولى من البودكاست GLHF المقدم لنا من BMW. Stay tuned، رح نشوفكم إن شاء الله في الحلقة التالية. كان معكم أخوكم علي العابد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.